في ظل بحث المواطن على بدائل الأطاقة الكهربائية التي تغيب منذ أكثر من 3 أعوام، يسقط الكثير من الضحايا في استخدام الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة، وتحدث الكثير من الحرائق آخرها احتراق أحد المراكز التجارية نتيجة خلل بالمولد الكهربائي. في العاصمة صنعاء وفي شارع جمال تحديدا شب الأسبوع الماضي حريق في إحدى هناجر مركز تجاري للملابس الجاهزة. يقول شهود عيان أنه ناتج عن خلل في المولد الكهربائي، وكان بجانبه مادة البنزين الذي زادت من عملية الاشتعال. نتج عن التماس كهربائي، نتج عن احتراق بطاريات مولدات مواطير وبطاريات ألواح شمسية. السبب الرئيسي الناتج من هذا الماس كان اشتعال البترول بشكل كبير، فالحريق التهبت بشكل مفاجئ وسريع. أول ما عرفنا عن حدوث أو اشتعال الحريق أكثر من واحد تم التواصل مع جهة الدفاع المدني، بس الدفاع المدني وصل في حالة متأخرة جدا ولا يوجد أي وسيلة من وسائل الإطفاء معه، حتى أنه حضر الدفاع المدني ولم يوجد معه حتى الماء. في ظل الوضع الراهن وتراجع دخل الفردي وتعدد الشركات المصنعة للطاقة البديلة، جعل الكثيرين يقعون ضحية لتلك الأصناف المستوردة من الألواح الشمسية والمواد الكهربائية. لتبقى تحذيرات المختصين في هذا المجال قائمة للمواطنين في اقتناء الأكثر جودة ولو كلفهم ثمنا باهظا. الزبون لما يجي ياخذ يشتري سلعة رديئة قد تقوم اني مثلا تعمل له حوادث كارثية، يعني مثلا انه ياخذ مثلا قطعة زي اي قطعة تقليد وشلها البيت، عملت حتى تكون مثلا اقل حاجة انفرتر، من هذا انفرتر حق الطاقة مولد الطاقة، قد ربما انه يشق له يحرق لها الجهاز، يحرق لها التلفزيون، يحرق لها اللي هو المسرح المنزلي بشكل عام، يأثر له حتى على كل شيء في البيت. فانه المواطن ضروري انه يكون يقتني السلعة الجيدة، وخاصة في هذا الاشياء لاني خطيرة، لأنه تعتبر سلامة أرواح، لأنك بتتعامل مع أشياء حساسة بما فيها الأسلاك، بما فيها الإنفرترات، بما فيها الأدوات الكهربائية. لا يعني استخدامنا لوقود المولدات الكهربائية مؤقتا أو للطاقة البديلة أننا سنكون في مأمن من مخاطرها، بل الحذر في كل شيء، فإهمال أشياء صغيرة قد تكلف الإنسان أمورا عظيمة.